السلام عليكم، وياكم المهندس محمد حامد من شركة أسوار، وحلقة جديدة من برنامج جودتنا. اليوم راح نشرح عن لائحة الشحن اللي يحمل علامة الأسوار. قبل بالبداية نستعرض هذا فانوس شحن اللي هو 440-3. مواصفات هذا الجهاز: يحتوي على ليد شمعتين ليد COB، حجم الواحدة منها 4 واط، ذات كفاءة عالية وتستهلك قدرة أقل مقارنة بالتكنولوجيا القديمة في صناعة الليد، وكذلك يحتوي على ليد تورتش 1 واط. زمن التشغيل لهذا اللايت هو 11 ساعة من التورتش، وكذلك 2 ساعة و20 دقيقة من الإنارة. البطارية التي يعمل عليها هذا المصباح هي 4 فولت 4 ملي أمبير، وتحتوي على قابلية عالية من الشحن والتفريغ تصل من 140 إلى 250 سايكل، وكذلك يمكن شحن هذا المصباح عبر منفذ 220 فولت، وكذلك يمكن شحنه عبر منفذ 12 فولت. الكارت المستخدم في هذا المصباح يحتوي على حماية ضد الشورت سيركت، وكذلك يحتوي على خاصية الإمرجنسي فاكشن التي تعمل على فصل الكهرباء عند اكتمال الشحن، إضافة إلى خاصية التشغيل الأوتوماتيكي عند انقطاع التيار الكهربائي. هذه المجالات الأخرى من اللايت الفانوسي، قسم منها يحتوي على دمر للتحكم بشدة الإنارة، وقسم لا يحتوي على دمر مثل ما ذكرنا قبل شوي. هذه هي المديرات الأخرى من اللايت التورتش. هذا اللايت يعمل عمل موجه وممكن أن يعمل عمل شمعة، وهذا اللايت يعمل نفس العمل. أما هذا اللايت فهو في الأساس لايت فانوسي لكنه يعمل عمل تورتش. هذه هي مديرات التيبل لامب على نوعين، نوع يعمل عمل إمرجنسي، أما النوع الآخر يعمل عمل الكهرباء، وكلا النوعين لديه 3 ألوان: أبيض وشمسي وأوف وايت. هذه موديلات الهيدلايت على نوعين، نوع حجم الليد 1 واط ونوع حجم الليد 3 واط. هذا هو الجلوبال بارد على نوعين، نوع 22 ليد ونوع 34 ليد. هذا مضرب قاتل للحشرات وكذلك يحتوي على ليد. شكرا لمشاهدتكم، نلتقيكم في فيديوهات أخرى.